مفيش حد عنده الفرصة يقتل عاصم غير ملك. وليه تقتل أبوها؟ إيه مصلحتها في إنها تقتله؟ مشاكل نفسية، جنان، أي حاجة، أنا معرفهاش. بس أكبر دليل على إن هي اللي قتلت الكلام اللي قالته لمراتك، وأنت بتقول إنه ما حصلش. وبعدين مش المكالمة جات لماما؟ يبقى أكيد كان مقصود إن ماما هي اللي تروح مش أنت. ولأن حضرتك غيرت لها في الخطة ورحت، حبت تضيف جزء الكلام اللي قالته لمراتك، وعشان كده راحت واعترفت على نفسها بدالك. ممكن حد يخدع الناس كلها الوقت ده كله؟ ملك خدعتنا طول الوقت ده بطيبتها وذوقها. انا مش قادره اصدق. قد كده انا كنت عبيطه. الثقه مش عبط يا منى، انا كمان حبيت عشق ووثقت فيها، وده اللي خلاها تخدعني وتضحك عليا، وزمانها دلوقتي بتقول لنفسها اني عبيط. عشق او ملك، قدرت تعيش في دنيتين مالهمش دعوه ببعض، وطول الوقت قدرت تحافظ على ده. انا متاكده ان هي اللي كانت ورا موضوع الشيكات بتاعي، لمجرد اني ربطت الدنيتين ببعض من غير قصد. انت ما سمعتش المثل اللي بيقول صاحبك اللي بتحبه اللي تعامله ولا تناسبه؟ انا مش عايزه اي تفاصيل تخش في علاقتنا البوظه، وبعدين انا ما بفهمش حاجه في شغل العربيه. سوري، فيهم حاجه مهمه دول؟ كلهم مهمين، بس دول شيكين ب2 مليون جنيه بتوع عميل. يا نهار اسود، وعايزني اشتغل معاك؟ ده انا خرب بيتك في ربع ساعه. معقول؟ يعني انا كل ده بحب وهم؟ شخصيه مش موجوده؟ بس انت بصراحه طول عمرك فيك الحته دي. فاكر لما افتكرت ان بنت الجيران واقفه لك ورا الشباك وبتبص لك، وفضلت تراقبها وهي طالعه وهي نازله، لغايه ما راحت اشتكت لماما. فريده بعد اذنك، انت عارفه ان الموضوع ده بيحرجني. وانت ايه اللي يحرجك يا استاذ قاسر؟ مش البنت كانت فعلا بتقف ورا الشباك؟ اصلها ما طلعتش هي، طلعت مانيكان مركون على الحيطه. فريده، يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده لو رحنا قدام القسم او النيابه هنقدر نثبته ونطلع نجاب؟ الكلام ده محتاج خطه بخطوات محسوبه، والا ملك او عشق هتضحك علينا كلنا زي كل مره. بتعملي ايه؟ الحته دي ما كانش بيراعيها غير عمراتي، قلت اما اخد بالي منها شويه لغايه ما نجيب حد بديل. ده بنتي عسل، اقول واخده بالك من كل حاجه كده حتى الزرع؟ والله ما عارف اعمل ايه من غيرك يا ملك لما تسافري. انت ما تقفرش، عادي يعني، هتعيش انت ودعاء وهتنزل. بس لو في، بقول لك ايه، انا عايزه اقول لك على حاجه بس مش عايزه تضيع. ايه؟ قول له دعاء تبطل حركتها شويه اليومين دول، احنا ما بقناش في ظروف تسمح بالكلام ده. خليها تاجلها شويه لغايه اما نفوق حد. عمالك صدقني دعاء بتحبك. المهم، طيب انت حددتي ميعاد السفر؟ لسه، احتمال الاسبوع اللي جاي. انا لعلمك عايزه اسافر بسرعه عشان ماما، مش عشان اي حاجه تانيه. هي اللي محتاجه السفريه دي اكتر مني. عايزه ابعدها عن الفيلا والذكريات وكل الجو الكئيب ده. معاكي حق طبعا، ربنا يكون فوقنا اللي شافته مش قريب. انا عايزك تعدي عليها قبل ما تمشي، كلمها في اي حاجه عشان هي ما خرجتش النهارده من الاوضه. حاضر. بقول لك ايه، ما تيجي معانا نطلع سوا؟ انا طلعت لها النهارده، انا عارفه ان دخلتك انت عليها هتفرق معايا يا مازن. حاول تبقى جنبها شويه اليومين دول، هي محتاجانا. حاضر. مش عشق بس اللي كانت بتخدعك يا دكتور، ملك كمان كانت بتخدعك. ملك كانت دايما متعاونه معايا، عايزه تخلص من عشق. ما هي دي الخدعه، لكن انا لما قعدت فكرت لقيت ان عشق وملك كانوا بيتقسموا الادوار بينهم. اللي بتقوليه ده ما يخشش العقل. المفروض ان عشق دي محاوله من ملك لتعويض غياب اختها اللي بتحتاج لها لما تكون في موقف صعبه مش عارفه تتصرف فيه. سامع انت بتقول ايه؟ معنى كده ان العلاقه بينهم علاقه تعاون مش علاقه خصومه. زي اي اتنين قاعدين في شقه واحده، ممكن يكون بينهم مشاكل لكن في بينهم كمان تعاون، والا واحد فيهم هيطفش التاني. تفتكر ممكن اصدق الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عايزاك تصدق، انا عايزاك تتاكد. شوف وانت تعرف بنفسك. مش هشوف حاجه. انت بتقولي اي كلام عشان تطلع ابوكي من السجن؟ بابا خرج، ماما هي اللي اعترفت عشان تنجي بابا. صدقت الكلام اللي ملك قالته وان بابا عارف. الحكايه طلعت صح، والا امك ما كانتش اعترفت. نصها صح. كان في علاقه بين ماما والدكتور عاصم، بس بابا ما يعرفش اي حاجه عنها. مش مصدق ولا كلمة من اللي انت بتقوليها دي. بعد اذنك. طب استنى، واجه ملك وانت تعرف الحقيقة. اسألها. أنا أعمل نفسي ما سمعتش حاجة وما قابلتكيش أساسا. يعني أنت تفضل إنك تعيش عنها ولا تعرف الحقيقة؟ لا، ما أحسن بكتير في الحالة دي. الأهم من ده كله، هتعمل إيه يا هشام؟
ولا حاجة، مش هعمل حاجة خالص. بالبساطة دي؟ يعني تبقى عارف إن هي اللي قاتلة وفي واحد بريء هيتشني مكانها وتقعد كده وما تعملش حاجة؟ أنا دكتور مش جاي لتنفيذ قانون. طب وضميرك؟ أعتقد إن الدكتور عاصم كان صاحبك. القانون بيمنعني أقول أسرار المريض بتاعي، لو حصل ورحت وقلت هتشتب من النقابة. ياه، هو ده كل اللي همك؟ مستقبلك ومهنتك؟ هو ده الموضوع بالنسبة لك؟ قانون حماية حقوق المريض ميثاق دولي، بيتطبق في مصر زي أمريكا. طب والحق والعدل؟ مكانهم فين عندك يا دكتور؟ على فكرة أنا مستغربك جدا يا نجيب. طول عمري بقول عليكي شخصية مش عاطفية، والمنطق والعقل هما اللي بيحكموا تصرفاتك. وده اللي خلاكي سبتيني وسافرتي أمريكا. واضح إنك فهمتني غلط يا دكتور، أنا سافرت لأني عمري ما كنت مطمنالك، ولا حسستني بالأمان، علشان كده سافرت، ودلوقتي أهو بتثبت لي إن أنا كنت صح. كلامك فيه إهانة ما قبلهاش. ولا إهانة ولا حاجة يا دكتور، ما هي واضحة أهي زي الشمس. ما تضطرنيش أقول لك يا دكتور. غير ما تقول يا دكتور، أنا ماشية قبل ما تقولها. يا صافي، فين سكريبت الحلقة؟ أنا آسف، ما أعرفش إنك هنا. لا، مفيش حاجة. أنا عارف إنك مش عايزة تشوفيني. صافي قالت لي، ده اللي خلاني ما أجيش العزم. بقى في حياتك. حياتك الباقية. أنتِ هترجعي المحطة؟ لا، أنا جالي شغل في محطة في لندن وجاية أخلص شوية ورق وماشي. هتسافري؟ اه سيدي. ايه يا صوفي؟ تأخرت كده ليه؟ اصل انا صوفي، من فضلك لما تخلصي هاتي لي سكريبت جديد. تسافري بالسلامة. بعد اذنك. اتفضل. انت مش قلتي انه اجازة النهاردة؟ كان اجازه بس حصلت مشاكل واستدعوا. انا مش فاهمه، حطيتيني في موقف زي الزفت، وبعدين لازمته ايه ان انا اجي اصلا؟ ما كنت انت مضيتي الورق ده. ما كانش ينفع. ماشي يا صافي، هاتي الورق. طب انت زعلانه مني؟ لا خلاص مش مهم، هاتي. طب هخلص الشغل واعدي عليك. لا معلش مش هينفع، خليها يوم تاني بقى. انت ازاي جات لك الجرأه تدخلي بيتي وتقولي كلام زي ده؟ ما كانش في طريقه تانية. أنا عارف ومتأكد إن ضميرك هيقولك الصح. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ فاهم وعارف الكلام ده بالنسبة لك إيه، بس هي دي الحقيقة. أنت جاي تهد الدنيا على دماغي وتقول لي إني كنت عايشة في وقت جوزي كان على علاقة بشغلتي وبنتي قتلت جوزي؟ أنا مقدر مشاعرك جدا ومش جاي أهد حاجة، اعتبري كل اللي بقوله لك تشكوك. أنا عايزك تتأكدي إن هو غلط. غلط؟ مش محتاجة إني أتأكد. عشان ما شفتيش عشق. أنا عارفها كويس وعارف تقدر تعمل إيه. مش بتقول عشق ماتت؟ ما هي مالك عاملة نفسها عشق؟ أنا كنت خاطبها وكنا هنتجوز. وجيه؟ أنا بطلب من حضرتك دلوقتي إنك تنادي على عشق ولا ملك ولا أياً كان اسمها إيه وتسأليها. ملك مش موجود هنا. وأنا مش ممكن أعرض بنتي لموقف زي ده. إذا كنت خايفة عليها اطمني، موقفها القانوني سليم 100%. هي ما كانتش مدركة هي بتعمل إيه. فهتقضي 6 شهور في مستشفى حكومي، بعد كده أنتوا هتودوها مستشفى تانية والموضوع هيبقى تمام. عايزني أحط بنتي في مستشفى المجانين؟ لو خايف عليها بجد يبقى لازم تعرفي الحقيقة، مش تقولي إن كل حاجة تمام ومفيش مشاكل. من فضلك اطلع برا. واضح إنك كنت عارفة جزء من الحقيقة، أو على الأقل حاسة بيها. كلامي بيقول كده، بس أنا آسف، أنا هضطر أخرج من هنا وبلغ البوليس وهو هيتصرف. بس خلي بالك، موقفها هيكون أسوأ بكتير من إنكوا تروحوا تسلموها. بره، اطلع بره. مساء الخير. مساء النور.
دكتور هشام موجود؟ موجود يا فندم. طب استاذنك عايز اقابلك. في ميعاد سابق؟ الحقيقه لا. معلش ممكن استاذنك بس تقولي له مازن ابو النور جاي له بخصوص ملك عاصم ابو النور. طب اتفضل حضرتك ارتاح وانا هدخل ابلغ. اتفضل. للدكتور عشان يشوف المادة. من نجاته قالت لك نفس الكلام الفارغ اللي جت قالته لي اسمها. لا. جاي المحامي اللي اسمه اسف. هو عمرو. هما الاثنين مشتركين فيها عشان يطلعوا نجات. حبيبتي ما تصدقيش ولا كلمة من اللي هما بيقولوها. كله كذب. ولما أنت عارف كده. جيت هنا ليه؟ جت اللحظة وشكيت. بس دلوقتي انا متاكد ان هم كدابين. وانا كمان جيت لاني شكيت. اللي بيقولوا صعب قوي. شوه كل حاجه في حياتنا يا ماما. يلا بينا يا مازن. يلا. اتفضل يا استاذ الدكتور في انتظارك. وده تليفون المتهم. حضرتك لو بصيت فيها هتلاقي تليفون من الدكتور عاصم لنجاه. حضرتك لو قارنت توقيت المكالمه بتوقيت الوفاه هتلاقي ان المكالمه حصلت بعد الوفاه. الكلام ده كلام فاضي لان الفرق دقايق ودي حاجه صعب الطب الشرعي يحسمها. ما تقول لها يا استاذ ياسر. طب حضرتك ده تخطيط الغلطه. ازاي حضرتك ماما قصدي يعني المتهمه تكون عدت على الفيلا ودخلت كمان من غير ما تعدي على راضي؟ دي حاجه اصلا تخليني اشك ان في مؤامره بين نجاه وبين راضي وعاملين الجريمه مع بعض وكل واحد فيهم عايز يحمي التاني بطريقته. طب ما حضرتك مش هتخسر حاجة، استدعي ملك واسألها. بصي أنا مقدر موقفك. بس اللي أنتِ بتقوليه ده مش كفاية عشان يعدل مسار القضية، بل بالعكس أنا لو خدت كلامك بجدية هقبض على راضي وأوجه له تهمة مع نجاة. الوهم اللي بتقول عليه ده هو اللي خلاني أقدر أكمل وأعيش. من غيره ما كنتش هعرف أكمل. تقدر تقول لي كنت هبص في وشه كل يوم إزاي الصبح وأنا عارفة إن هو اللي قتل أختي؟ لما بيفتح باب الأوضة ويدخل عليا كنت بفتكر إنه هيخنقني زيها. كنت بترعش عشان ما بيجي يغطيني ويمثل دور الأب. كنت ساعات بحس إن أنا عايزة أقول له شيل إيدك بعيد عني، إيدك دي اللي قتلتها. هي دي الحقيقة. أنا عارف إنها مرة بس حقيقة. عاصم تلاش ده كلام ملك بس غالبا صح كده. الحاله بقت اتفسرت تماما. صدمه موت اختها قدامها هو اللي سبب لها الدبل بيرسوناليتي. ملك هي اللي قتلت بابا؟ انا عارف ان كمل حقايق كتير بس انا ما قدرتش اجازيها لكم. وبعدين هنعمل ايه؟ انا بنصح انها تخش مصحه لانها ممكن تبقى خطر على الناس الموجودين حواليها. احنا كلنا مسافرين لندن. ممكن تخش مصحه في لندن بس في الحاله دي انا هكتب تقرير مفصل للدكتور اللي هيعالجها هناك. مش يا دكتور احنا مش هنقدر ناخد اي قرار دلوقتي. استأذنك بس ادينا وقت عشان نعرف نستوعب اللي حصل ده. أنا مقدر اللي أنتوا فيه بس أرجوكوا بسرعة. الحالة بتتدهور مع الوقت. أنا
للأسف كل اللي عملناه ما ينفعش. الحكاية مش سهلة ومحتاجة أكتر من محاولة. يعني نجات هتشيل التهمة؟ تغيير مسار القضية محتاج دليل، بالعكس الكلام اللي احنا قلناه ممكن يخلي المباحث تتهم الأستاذ راضي كمان. مش هي، والله العظيم ما هي، والله العظيم ما هي. اهدى اهدى يا أستاذ راضي، كل حاجة لها حل، وبعدين احنا لسه في أول السكة. طب ممكن تريح جوه شوية لحد ما منا تيجي؟ أنا السبب في كل اللي حصل، أنا السبب. وأنت ذنبك إيه بس؟ زمان وهي شايلة الهم، معرفتش أوريها ولا يوم كويس، كانت ساكتة وصابرة، ما شافتش معايا غير الذل والمرار. اهدى يا عم راضي، اهدى، ما تعملش في نفسك كده. اتفضل يا فندم. استدهاد دي فيها اعترافات مهمة تخص قضية قتل الدكتور عاصم أبو النور. تمام. استدهاد معايا وهنعمل لها مشاهدة، بس يا ريت تحكي لي الحكاية. مش هينفع يا فندم. لازم حضرتك تشوفهم الأول وبعدين أنا أحكي لك. أنا هسيب لحضرتك رقم تليفوني، وبمجرد ما تخلص مشاهدة كلمني وأنا هحكي لك على كل حاجة. أيوة بس أكيد حضرتك فاهمة إن استدهاد دي متسجلة من غير إذن نيابة، يعني مش هينفع تبقى دليل. مش مهم. المهم إن الحقيقة تبان. ايدك يا ناس، هات ايدك، بس انا مش قادر. معاك يا روحي حبيبتي، معاك. ليته كان جابوس لقال لي قلنا نصح منه حالي. نعيش فيه على طول حبيبتي، مش تطلعي تريحي فوق شوية؟ لا لا لا، هدخل الملك. بلاش دلوقتي، استني لما تهدي. ماما اوعي تكلميها في اي حاجة، احنا مش عارفين ممكن يكون رد فعلها ايه. الموضوع كل شوية بيتعقد أكتر، وأنا ما بقتش لاقية له حل. مش مهم، أنا كنت عارفة من الأول. أبوكي عارف حاجة؟ لا ما عارفش حاجة. الحمد لله. أمانة عليك يا أمي، حاسبك عليها يا أمي دي. أبوكي يعرف حاجة. يا ماما أنت في إيه ولا في إيه بس؟ مش عايزة كرامته تتجرح. أبوكي ده عامل زي الإزاز، أي خبطة صغيرة هتشرخ، ودي خبطة كبيرة أوي. طب وأنت؟ وأنت يا ماما؟ متشغليش نفسك بيا، ده تمن لازم أدفعه، الغلط يدفع التمن، بس ربنا يعلم. لكن بخطري ولكن برضاي. تبقي ما غلطتيش، ما غلطتيش يا ماما. لا غلط، غلطتي في سكوتي. عارفه يا ماما الفرق بين الصح والغلط شعر. انا خفت اصرخ ابوكي يسمع فانسيب البيت فسكت. ماما انا مش عايزه اسمع اي حاجه عن الموضوع ده من فضلك. انا دفعت تمن سكوتي سنين طويله، حتى مليت إن هو كمان لازم يدفع، بس للأسف دفعته أرخص حاجة في الدنيا، فلوس. أنت عشتي شايلة الذنب ده كله لوحدك.
وهي منها تقفي في المكان اللي ما تعرفيش تصرخي فيه ولا تقولي لا عشان تفضل راسك مرفوعة. حاضر حاضر يا ماما. ادخل. ماما ايه يا حبيبتي؟ كنت فين طول النهار؟ قلقتيني عليكي. صباح. نعم يا دكتور هشام. فين السيديهات اللي كانت المكتب؟ دكتور نادين جت من حوالي ساعة خدتهم وقالت لي ابلغ. وازاي تسيبيها تعمل كده؟ حضرتك كانت بتتفرج دايما على السيديهات دي. خلاص خلاص. الو الو. يا دكتور انت خدت سيديهات ملك؟ طب من فضلك السيديهات ترجع. للاسف يا دكتور هشام مش هقدر. عموما ما تقلقش عليهم، هما دلوقتي بقوا في الحفظ والصون. انا وديتهم البوليس. انت زعلان ليه؟ انا اللي اخدتهم مش انت. تقدر تروح القسم تعمل لي محضر وتقول ان انا سرقتهم كمان. عموما خلاص الموضوع انتهى، وانا دلوقتي في طريقي للمطار وطيرتي كمان ساعتين. انا مش هقدر استحمل زعيقك اكتر من كده ومضطر اقفل السكه. ملك مش هسيبك. Thank you.
لكم الحاجه اهو، جبنا لكم بالجوز. بسم الله ما شاء الله، عشقه حلوه قوي يا ماس. لا طبعا مالك احمد يا حبيبتي. يا حبيبي ماما توأم حصف عيني لما يصلي على النبي. الله اكبر الله اكبر، من كل عين بصاصه الدم فيها رصاصه. بصلي على النبي يا صافي ما سمعتكيش. ما صليت يا طنط، وانا يعني هحسدهم؟ دي كلها شهر اصلا، واللمه دي كلها تبقى عندنا. لا احنا نعمل السبوع هنا اوسع عشان حتى ما نوسخش البيت عندنا. يا خالتي احنا نعمل السبوع عندكم ممكن؟ يا حبيبي تشرف تشرف، وهي ما تتكيش قوي احسن يعملها بجد. صافي بس تشد حيلها والبيت كله تحت امرها. طب انا في حاجه نفسي اعملها من وانا عيل صغير من نبيع. ايوه اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. اسمع كلام ستك ام امك، ما تسمعش كلام ستك ام ابوك. كده برضه يا عمر؟ طب خلاص خلاص يا بنات، ما تسمعوش كلام اي حد. انا مين؟ يا اولاد يا اولاد تعالوا 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 يلا تعالوا. ايوه كده. يا ربي يا ربي يا ربي اسمعوني. كانت لولا تبقى معانا دلوقتي وتفرح. ربنا يفك سبناها يا ماما، احنا عايزين نتبسط. لا يا من لا يا بنتي، انا مش هقدر ارفع عيني في عينه. خليني هنا هنا في الاوضه، انا هسمع كل حاجه كاني معاكوا بالظبط. يا ماما هو طلقك خلاص، اعتبريه راجل غريب عشان خاطري. انا محتاجاكي جنبي النهارده عشان خاطري. انا ما تتعبنيش يا بنتي، اصلا كتر خير الدنيا ان انا معاكوا هنا. ادخل. ايه يا حبيبتي؟ ان شاء الله بينا بقى ولا ايه؟ انت وشطارتك يا ياسر، خرج حماتك وانا هخرج. ايه يا ست الكل؟ في ايه بس؟ هما الجماعه اللي جوه دول اتاخروا ليه كده؟ عروسه بقى وبتدلع شويه. الله، طب ما انت كنتي عروسه وما تدلعتيش. ده انا اتجوزتك في منت. ايه ده؟ انت هتتريق ولا ايه؟ اتفضل قدامي يا استاذ. على فين؟ عشان تجيب الاطباق والشوك والمعالق والسكاكين. ماشي هجيبهم اه، بس اعملي حسابك مش هتدبس في غسيلهم زي الاسبوع اللي فات. لوشي روحي شوفي خالو ياسر اتاخر ليه وقولي له يلا. على فكره راضي، انا مستجدعك قوي انك وافقت ان ما تتحضرش. ده حقها. وانا راجل ما يفوتنيش الحق. يا صورة في الخيال ما تغيبش عننا، بداية الامل وعز فرحنا، شبابنا في بلادنا. صباح الخير. صباح النور. كانش لازم تتعب نفسك وتيجي هتقول. ما ينفعش افوت زياره واحده. شفتي يا ماما؟ جاب لي الورد اللي انا بحبه. حلو قوي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا طارق. اتفضل يا طارق اتفضل. اخبار المحطه ايه؟ كل الناس بتسال عليك. انا المايك وحشني قوي. حبيبتي ان شاء الله هتخرجي وهترجعي تاني لشغلك. يا ريت بقى يا ماما، انا تعبت قوي هنا. معلش يا مكي خلاص هانت بقى، ان شاء الله المره الجايه الدكاتره هيقولوا لنا انت هتخرجي امتى. لو سمحتوا يا جماعه الزرار ده. حاضر. باي ماما. بيبوسني ملك وعيشه قوي، انا نفسي اشوفه. حاضر يا حبيبتي. ملك وعيشه مين؟ الولاد ماسك. اه هنجيبهم لك يا ستي المره الجايه. ارفع ايدك لفوق. سنه كمان. ايوه. يلا باي باي. باي باي. باي يا حبيبتي. باي يا طارق. باي. ماما. ايوه يا حبيبتي. اول ما صافي تولد بيكلميني وطمنيني جابت ايه. حاضر يا حبيبتي. اخبار الدكتور الجديد ايه؟ ان شاء الله خير، هو قرا التقارير القديمه وان شاء الله بعد الزياره هيقابلها ويكتب تقرير جديد. ما تقلقيش يا رب. ان شاء الله.
ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا احمد الدكتور الجديد بتاعك. اهلا دكتور. قولي لي بقى يا ستي انت اسمك ايه؟ انا